الاهلي امبارح برغم الاجهاد الا انه كان الى حد بعيد نقدر نقول ان هو كان مسيطر على مجريات الامور في اللقاء، اللهم الا الهجمات المرتده والارتداد السريع من الدفاع للهجوم اللي تميز بيه امبارح. الحقيقه برضو كلمه حق لازم تتقال لعيبه سيراميكا كليوباترا، لكن في المجمل الاهلي كان مسيطر على هذا اللقاء. ولو تابعنا تقريبا كل الاحصائيات الخاصه بالماتش ده هنلاقي ان الاستحواذ نسبته حوالي 60% لصالح النادي الاهلي. قيسوا على ده بقى كل حاجه، التسديدات والعرضيات والفرص الخطيره، يعني كل الارقام الحقيقه كانت لصالح النادي الاهلي الى حد كبير. لكن السؤال المنطقي والمشروع اللي لازم يتسال في حاله زي دي هو ليه ماتش زي بتاع امبارح ده ما تاجلش 24 ساعه؟ يعني هل يعقل ان يعني تقام بطوله مستحدثه ولا تراعي ان في فريق مشارك في هذه البطوله، مشارك في بطوله عالميه ولسه مخلصها قبلها بساعات معدوده، ان يعني هي فعلا يتقال عليها بساعات معدوده، ودي طبعا ما هياش اول مره، يعني نلاقي ان في تضارب في المواعيد ويعني ومش عارف، واعتبار ان النادي الاهلي مش هيكمل لاخر البطوله وبناء عليه بتتحط مواعيد غريبه، يعني ما علينا. المهم نتمنى ان احنا نراعي هذه يعني النوعيات من النقاط الهامة بعد كده، لأن الحقيقة يعني موضوع البطولات القارية والعالمية وحاجات كتير النادي الأهلي بيشارك فيها كلها لا لشيء غير لكونه النادي الأهلي. فهل دي ضريبة احنا بندفعها كنا ان احنا النادي الأهلي اللي بيشارك بقوة وبينافس بشراسة يعني في كل البطولات المتاحة تقريبا اللي بيشارك فيها النادي الأهلي؟ عموما تعالوا بقى نتكلم شوية عن أهمية الروتيشن اللي بيعمله كولر وكيفية مواجهة تلاحم المباريات مع دكتور أحمد سالم اللي منورني على التليفون وهو مخطط أحمال شباب أهلي دبي السابق. يا كابتن صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك معانا. صباح الفل يا أستاذ كريم، وصباح الفل على كل مشاهدين قناة النادي الأهلي، وصباح سعيد كده دايما بطلتك الجميلة يعني. ربنا يخليك يا فندم. في بعض الأحيان لما بنيجي نتكلم على حالة الإجهاد وحالة يعني تلاحم المباريات والبطولات اللي بيشارك فيها لعيبة النادي الأهلي وكذا، في بعض الأحيان لما نكون احنا مثلا ايه لسه طالعين من مثلا تعادل مش هقول لك خسارة، فتلاقي ناس بتقول لك ايه بطلوا بقى تعلقوا أخطائكم على شماعات. هي حالة الإجهاد البدني كما هي حالة لعيبة النادي الأهلي نتيجة مشاركته زي ما أنت عارف في كأس العالم للأندية وسفره من طبعا يعني المملكة العربية السعودية إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة ومشاركته إلى آخره، هل هي حالة الإجهاد دي شماعة إحنا بنعلق عليها حالة غير مرضية للجمهور، ولا ده واقع ملموس وبيدفع ثمنه في كتير من الأحيان؟ شوف يا أستاذ كريم، هو الناس عندها حق نوعا ما في إن المفروض إن تلاحم المشاركات يبقى معمول حسابه اصلا في خطه الحمل. يعني انا بشكل حمل في اول السيزون بالذات لنادي زي النادي الاهلي، بيبقى معروف ان النادي الاهلي ده بيشترك في كام قمه بنسميها في الحمل البدني القمه اللي هي المنافسه. عندي منافسه في شهر 3، عندي منافسه في شهر 4، عندي منافسه ممتده طول السيزون اللي هي دوري ابطال افريقيا. الكلام ده كله المفترض بيبقى معلوم، وبالتالي انا بشكل حمل التدريب عليه، والروتيشن اللي ساعتك اتكلمت عليه ده بيجي للمدرب بعد اكتساب الفورمه الرياضيه، واللاعب لما يتخطى حاجه اسمها دقائق اللعب النورمال الطبيعيه. فالمفروض ان الكلام ده يبقى معمول حسابه. طب نيجي بقى للحاجات اللي هي مش معمول حسابها، اللي هي بتعمل الخلل البدني او الخلل الوظيفي اللي ساعتك بتتكلم عليه، وبتحتاج من المدرب ان هو يعمل روتيشن او يدخل الناس في السكواد اللي جايين في يناير او الكلام ده كله. الحقيقه ان الناس عندها حق ومش عندها حق. يعني زي ما قلت لسيادتك كده، في حاجات بقى بتظهر في السيزون اللي بيبقى الناس مش شايفاه، ودايما النادي الاهلي غير اي حد. يعني تيجي النادي الاهلي كده مش مقبول منه ان هو يخسر في الامارات في نفس الوقت، او حتى لو ركب الطياره من السعوديه للامارات المفروض يكسب الطيار وفرقه الطيران ومضيفات الكلام ده كله وهو في الطياره برضه. فالكلام لازم يبقى على النادي الاهلي حاجه، وعلى العلم كعلم حاجه ثانيه بقى. يعني جمهور الاهلي كده، هو جمهور الاهلي ما عندوش استعداد ان هو يخسر جيم طاوله على القهوه اسمه النادي الاهلي. فانت لابد ان انت برضه تبقى ايه، تبقى ملتمس العذر. انما تكنيكال او على المستوى الاحترافي المفروض ان انا الكلام ده كله لو معلوم قبل الموسم ما تفاجئناش بيه يعني ولا حاجه، لان الدوري المصري بتاعنا انت عارف دايما فيه خلل في المواعيد، هو ده اللي بيجيب لك الخلل في درجات الحمل، هو ده اللي دايما بتلاقي دايما نادي زي النادي الاهلي مصدوم فيه. ناهيك بقى عن المنتخب وتجمعاته، ناهيك عن ناس بتاخد جرعات زياده عن الناس، لان اوريدي بيبقى مضمون في المنتخب فبيلعب ماتشات ثانيه، مسابقات افريقيا ومشاورها الطويله، الكلام ده كله طبعا
لازم ينال من النادي الاهلي رقم واحد في مصر، يعني اول نادي بيناله الحظ العظيم من الـ من الـ من الدروبات هو النادي الاهلي بطبيعه الحال. طب حضرتك في ماتش امبارح شفت ازاي التغييرات اللي اجراها كولر واراحته لبعض العناصر؟ والله شوف يا كريم، انا هو الخلاف بيني وبين كولر بدنيا، لان هو طبعا فنيا فوق مستوى نقدي، انا مش فني خالص، انما بدنيا الموضوع روتيشن. انا بس عندي كومنت واحد على الروتيشن، اللي هو التدوير يا استاذ كريم بيجي بعد التعب. يعني الاستاذ كريم النهارده بيلعب بسنتر في خط الدائري، جابه الدائري اللي هو اتمرن عليه، فلازم اعمل له اراحه واجيب الراجل الثاني ادخله فورمه، ولما ياخد الراجل الثاني فورمه ابدا الراحه يطلع الاستاذ كريم من الراحه يخش مركزه الثاني مركز اللعب، مش لما يبقى فورمه يريح. يعني مش لما تبقى في احسن حالاتك اريحك. ليه؟ لان انت بتفقد الفورمه. انت لما تبقى في اوحش حالاتك انا اريحك. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي جاي بقى اللي هو البديل زي طاهر محمد طاهر زي كريم فؤاد، هل هو فورمه بقى؟ يعني هو اللي يشيلني في ماتش زي قبل النهائي بتاع سيراميكا؟ لو هو فورم او موديست مثلا، لو هو فورمه وهيدخل يشيلني، يبقى المفروض ان هو دقائق اللعب بتاعته الاولانيه المتسجله عندي قالت لي ان هو فورمه وان هو واخد فورمه ماتشات. موديست مثلا بيشارك 10 دقائق، بيشارك 5 دقائق، شوف نفس مشاركته في كاس عالم طرد ما خدش فرصه، فبالتالي لما يبقى مش جاهز انت بتظلمه وبتظلم الفرقه. لان الجاهزيه التدوير او الروتيشن يعني جاهزيه البديل لاراحه البديل. فطب انا مش جاهز وانا ريحت الراجل الثاني، كل ان انت مش فورمه، فزي طاهر كده هتضيع لك 5 6 جوان، وبالتالي هتعمل خلل وظيفي في المكان في مركز اللعب نفسه. طيب برضو بحكم يعني بحكم تخصص حضرتك وبحكم خبراتك في هذا المجال، هو لعيبه النادي الاهلي فيما يتعلق بمساله تخطيط الاحمال لازم يبقى لهم معامله خاصه، يعني ليهم وضع خاص كده، فبالتالي احنا لازم يعني ايه نفصل برنامج او خطه الاحمال بناء على طبيعه وعدد ونوعيه مشاركات النادي الاهلي في كل البطولات. اه طبعا، ما انا بقول لستك اهو انك لازم يكون معمول حسابه في خطه التدريب السنويه اللي بيضعها مخطط الاحمال مع المدير الفني. عندنا كام مسابقه وبالذات الاهلي. وبديل الاهلي يا استاذ كريم برضه الجمهور عنده حق، يعني انت النهارده لما تقول لي لعيب جه وما اتكيفش على الفريق او كان كويس جدا في فرقته والنهارده انت مش شايفه في النادي الاهلي. ده بيحصل في كل انديه العالم على فكره، ان يجيب لعيب ما توفقش فيه وهو ما يعرفش يتاقلم وبالتالي هو، انما جمهور النادي الاهلي بقى ملوش دعوه بالكلام ده. جمهور النادي الاهلي يقول لك انا تجيب لي اللعيب الجاهز، تجيب لي اللعيب السوبر، تجيب لي اللعيب اللي يجيب جول اللي يشيلني. واخد بالك؟ طبعا. فالنهارده في زي ما انت حضرتك بتقول كده، ان خطه الحمل بتستدعي ان انا يبقى عندي مسابقه واثنين وثلاثه، فبنظم المسابقه والاثنين والثلاثه في درجات الحمل. والكلام ده طبعا حمل وراحه، يعني الراحه هتبقى ازاي؟ المنافسات هتبقى ازاي؟ ده هياخد كام دقيقه وده هياخد كام دقيقه؟ بديله هياخد كام دقيقه؟ بتبص تلاقي بقى ايه؟ شويه دروبات حصلت عندك، لا اصابه، لا لعيب مش فورمه، لعيب مر بظروف، طب لعيب هيتباع، لعيب عليه كلام بيتاثر نفسيا، واخد بالك؟ اه طبعا. الكلام ده كله اللي بيعالجه بقى الايه؟ المرونه بتاعت البرنامج نفسها، اما لازم يكون معمولش حسابه في درجات الحمل، وخلي بالك ده بيريح المدير الفني وبيريح الفرقه. اكيد اكيد طبعا، وبيريح الجمهور قبل كل اللي حضرتك تفضلت بذكرهم دول، الجمهور نفسه بيبقى مطمن وهو بيتفرج على الماتش. اه طبعا. جميل. الجمهور وهو جمهور شرط اساسي في المنظومه طبعا، ان الجمهور يبقى راضي عنك عشان يبقى في ظهرك. طبعا طبعا، مليون في المية. وبرضه النادي الاهلي محظوظ بجمهوره، يعني النادي الاهلي محظوظ بجمهوره جدا، هو حتى هو في اقل حالاته بتلاقيه مع النادي الاهلي طبعا، يعني ما مش عايزين نحسب بقى الجمهور. والله جمهور النادي الاهلي هو كمان بيتعامل مع احمال يعني ما يعلم بثقلها الا ربنا سبحانه وتعالى، ودايما موجود ودايما مؤازر ودايما عنده امل لغايه اخر ثانيه في اللقاء، لا سيما اللي شفناه في ماتش امبارح. انا بشكرك يا كابتن احمد على وجودك معانا النهارده، شكرا جزيلا، نورتني.